ازاي ممكن كل واحد فينا يتقبل نفسه؟ يعني مفيش حد فينا ما فيهوش عيب، مفيش حد فينا ما فيهوش مشكله، مفيش حد فينا 10 على 10 زي ما اسحاق كان بيقول. كل واحد فينا عنده حته كده. لو اتكلمت على الشكل الخارجي، اللي شعره او اللي شعرها ناعم واللي شعرها كيرلي واللي مش انت برضه خالص عادي بس شعرك، دول حلوين ودول حلوين. انت ليه عمال تلخبطي في الكلام؟ انا ما لسه ما لخبطتش، انا بقول انت شعرك كيرلي، في حد تاني شعره ناعم، مش ده حلو ده شعره كويس، ده حلو وده حلو، لا ده 10 على 10 وده 10 على 10 بالظبط كده. في حد بشرته فاتحه وحد بشرته سمراء، الاثنين حلوين، الاثنين حلوين. يعني كل واحد فينا مفيش واحد 10 على 10 من وجهه نظر الناس. هي للاسف بقى الازمه اللي احنا بنعاني منها، موضوع التنمر ده، وكل واحد يشوف حد مختلف عنه يبتدي يتنمر عليه ويتكلم عليه. المشكله الاكبر لما الواحد بقى مش متقبل نفسه، يعني هو نفسه مش قادر يتقبل حته ان انا مختلف عن غيري. فازاي ممكن انت تبقى متقبل نفسك او تقبل نفسك رغم ان، وتحط بقى جنبها اي حاجه، رغم ان انا ربنا سمح لي بظروف، رغم ان انا عندي اعاقه، رغم ان انا شعري اكرت، رغم ان انا مش عارفه اي حاجه. ويمكن اليومين اللي فاتوا كان في قصة كده بنوتة اسمها لوجينا، من حضراتكم اللي بيتابعها أو شاف القصة بتاعتها، عندها 34 سنة بتعاني من البهاء من وهي طفلة صغيرة 8 سنين. وإحنا عارفين مرض البهاء ده حاجة مناعية، يعني الواحد ملوش ذنب فيها يعني، لكن في ناس من كتر التنمر اللي عليها تلاقيها عايزة تداري ده بميك اب حتى لو في الإيدين، تفضل تحط حاجات لغاية حقهم برضه كله. ما هو انا لو انا لاقي اللي قدامي مش بيتنمر عليا وساعدني ان انا اتقبل نفسي، لو اسرتي معايا في البيت ساعدتني، مش هبقى كده يعني. بس هي لوجينا وصلت في القصه وقصه الكفاح بعد التنمر معايا لدرجه انها دخلت مسابقه ملكه جمال الكون. يعني مش ملكه جمال مصر، يعني بص، وصلت انها تقدم في مسابقه ملكه جمال الكون، متقبله نفسها جدا، وراحت امريكا درست ميك اب عشان تعرف تحط، مش تداري يعني، بس احط ميك اب يتناسب مع مع شكلي، مع الحاجات اللي في وشي، مش هداريها يعني. فمتقبله نفسها لدرجه تقول ايه، الله يا ريت كل واحد فينا يقدر يتقبل الحاجه اللي فيه حلوه او وحشه بالشكل ده. طب ازاي بقى؟ بس انا برضو انت برضو ساعات تقولي كده كلام لطيف، تروحي مخبيه كلام كده في النص، فانا مش عاجبني. زي ايه اللي مش عاجبني؟ مش عاجبني يعني انت بتتكلمي عن التنمر وانت نفسك في كلامك متنمره النهارده. زي قلت ايه؟ ممكن الواحد يبقى حلو كل حاجه بس شعره اكرت يعني. ما ده حلو، ما انا قلت ده حلو. لا انت ما قلتيش ده حلو، لا ده انت في المرحله الثانيه وانت بتتكلمي وعمال تتباكي على اللي بيحصل. لا خالص، قولي يعني ممكن واحد يبقى كويس وحلو بس شعره اكرت. لا خالص، مفيش حاجه. طب بصوا اولا ما اسموش اكرت، اسمه كيرلي. ماشي، كانوا بيقولوا كده، دي حاجه كويسه. انا الصبح كنت بقول لك ايه النهارده، كنت بقول لك الاجانب ساعات بيوقفوا حد من المصريين اللي هم بشعرهم كده، يسالوهم انتوا عاملين ايه؟ اين لك هذا؟ ايوه، بيفضل اصل هم بيدفعوا فلوس كتير وارقام كده عشان يخلوا شعرهم بالشكل ده، ومش بيعرف ان شعرهم ناعم قوي ما بياخدش فيه الشكل، فبقى نفسهم يعملوه. فهو بص بقول لك ايه، هو محدش عاجبه حاجه، بلاش تنمر، محدش عاجبه حاجه. نتقبل نفسنا ازاي؟ وجهة نظرك اتقبل نفسي ازاي رغم الحاجات اللي ممكن تبقى عند كل واحد تخلي غيره يتريق عليه او يتنمر عليه؟ بصي، هو احنا اتعلمناها زمان، هو انا عشان اقبل لازم اعرف، يعني اعرف نفسي الاول، اقبلها بعد كده اقدر او استطيع بعد كده ان انا اطورها. اعرفها، اقبلها، اطورها. مظبوط. فاعرف نفسي الاول، دي مرحله من المراحل الصعبه جدا، لان يعني في ناس كتيره جدا مش بتبقى عارفه نفسها هي ايه وجايه الدنيا دي وعايزه ايه. عشان كده ممكن تلاقي واحد عنده 25 سنه وبيسال اسئله طفوليه جدا جدا، انا جيت الدنيا ليه، انا عاوز ايه، انا، واللي بقى يتمسكن يقول لك انا عايز اموت، واللي مش عارف ايه وحاجات كده، ومش بيبقى يتمسكن قد ما هو فعلا حاسس ان هو بلا قيمة وحياته بلا قيمة. لكن كل ده غلط، وكل ده نتيجة اكتئابات وعدم معرفة بالنفس وحاجات كده كتيرة جدا، وأمراض نفسية تحتاج إلى معالج بالمناسبة. يعني مش محتاجة أن أنا أقول له كلمتين فهو يبقى كويس يعني. فاللي بيمر بالمراحل اللي هو أنا جيت ليه وأنا ماليش لازمة في الدنيا يا ربي مش عارف إيه والحاجات، ويقعد يدعي على نفسه وحاجات كده، لا أنت محتاج حد تقعد معاه، مش أنا، محتاج معالج نفسي تقعد معايا، انت عندك مشكله. فانا اعرف نفسي الاول، اقبلها كده كلها على بعضيها.